وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بك دكتور عبد الحميد. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، أصدرتم بيانا بشأن التظاهرات المستمرة منذ أسبوع كما تعلمون، كيف تنظرون في هيئة علماء المسلمين لهذه التظاهرات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني أقل حق من حقوق الشعب، وحتى دستور الحكومة الحالية، حكومات الاحتلال، ضمن مثل هذا الحق، لكنه للأسف كبقية الحقوق هي حبر على ورق لا ينفذ منها شيء، وتواجه كل هذه الحقوق بالظلم والاضطهاد والمواجهات العنيفة جدا، وفضلا عن اغتصاب هذه الحقوق. هذه الانتفاضة والتظاهرات التي يقوم بها الشعب هي خاصة شريحة الشباب ومن يساندهم من الرجال كبار السن ومن النساء وغيرهم، هي حقيقة تعبر عن حالة صحية ودليل على أن هنالك وعيا متزايدا عند أبناء العراق الذين حاول كثيرا هؤلاء الساسة الطبقة السياسية أن تضلل عليهم وأن تغتصب حقوقهم طيلة السنوات الماضية بشعارات وهمية أو يعني خطاب طائفي وخندقة ونحو ذلك. طيب، المتظاهرون يطالبون بحقوقهم الشرعية دكتور عبد الحميد. دعنا نتحدث في البيان عن القمع المستمر من قبل قوات الأمن للتظاهرات. بما تفسرون سياسة القمع التي تنتهجها الحكومة في العراق ضد المتظاهرين الذين يطالبون بالحقوق الدستورية المشروعة؟ يعني بداية، هذه الأجهزة الحكومية بكل أدواتها سواء كانت عسكرية أو سياسية شكلية، بكل الأجهزة هي حقيقة لا تريد إعطاء هذه الحقوق. يعني دائما نفرق، نقول هنالك إرادة وهنالك عجز. هذه الأجهزة لا تريد أن تعطي هذه الحقوق، وإنما هي في صراع ونزاع مع الشعب لانتزاع هذه الحقوق، فهي ليست عاجزة وإنما لا تريد. وهذا أمر. الأمر الآخر، بما أنه هذه هي سياستها، فلذا لا تستطيع أنها تقدم للشعب إلا قضية القوة، بل القوة المفرطة. من جانب آخر، بما أنه لا يوجد هنالك حساب لا داخليا ولا خارجيا، لأنه كل الأجهزة الحكومية بكل مراتبها ومواقعها كلها مشتركة بهذا الفساد وبهذا الإرهاب، فعليه لن يحاسبها من داخل هذه المنظومة أحد. أما خارجيا فنحن نعلم أن أصحاب المشروع وهم الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني هم بدرجة الأساس يريدون استمرار هذا المشروع، أي العملية السياسية الحالية، وقد أعطوا الضوء الأخضر لهذه الأجهزة وهذه الأدوات لممارسة كل أنواع الإرهاب والقوة في مواجهة أي رفض لهذا المشروع. يعني دكتور عبد الحميد، تحدثتم في بيانكم عن دعم إقليمي للحكومة في العراق. دكتور، إلى أي مدى ستتحمل هذه الدولة الداعمة مسؤولية الدم العراقي المرعق؟ يعني إذا ما دام لا يوجد هنالك نكير لا من المجتمع الدولي ولا من خاصة الدول الإقليمية التي هي أيضا باتت متضررة من هذا الإرهاب ومن هذا سيل الدماء التي تحدث في العراق، وفضلا طبعا عن مسؤوليتها التاريخية والأدبية والأخلاقية والدينية، هنالك أيضا مسؤولية يعني شراكة أمن قومي في المنطقة. فما دام هنالك الصمت من مجتمع دولي وإقليمي، فإن نرى أن هنالك ليس فقط استمرار من قبل خاصة جارة السوء إيران، ليس فقط استمرارا بمثل هذا الإرهاب وبهذا الاستهتار بالدم العراقي وبحرية الشعب العراقي، وإنما نرى أن هنالك تصاعدا وتبجحا في مثل هذا التدخل في العراق. دكتور عبد الحميد، يعني المتظاهرون متمسكون بسلميتهم ومطالبهم المشروعة في تظاهراتهم، يعني هل يمكن أن تجهض القوة المفرطة انتفاضة الشعب؟ وهل انكشفت حقيقة نوايا إيران لدى الشعب العراقي الواعي الذي طالب بإسقاط النظام؟ حقيقة إيران منكشفة منذ سنوات. يعني نعم، ربما هنالك كان بعض الناس ربما مخدوعين أو يؤملون بها نوعا من الخير أو غير ذلك، أو على الأقل
يوازنون بين قضايا طائفية وغيرها. لكن اليوم هذا الستار، هذا القناع قد انكشف عن إيران، وبات أنها واضحا أنها تتخذ الشعارات الطائفية والدينية كلها ستار لممارسة مشروع خاص بها على حساب الشعب العراقي بكل طوائفه. هذا أمر. لكن الذي يعني الشيء الجديد في هذه التظاهرات هي تكشف يوما بعد آخر بقية الوجوه لهذه الأدوات، أدوات إيران. نعم. في العراق، يعني الأحزاب أو الأدوات الإيرانية من أحزاب وحتى من يتلبس بلباس الدين أو السياسة أو العشائر أو غيرها، كلهم اليوم يتساقطون وينكشفون. هذا دليل زيادة وعي وفهم لدى هذه الشريحة، شريحة الشباب. نعم، الدكتور عبد الحميد العاني من إسطنبول، شكرا لانضمامك إلينا.